بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بيان مجلس وحكماء وأعيان سوق الجمعة بخصوص اغتيال العقيد أنيس علي الساحلي، أحد قيادات ثورة 17 من فبراير وآمر اللواء 3 مشاه التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي. نؤكد بأن هذا الفعل الشنيع لا يزيد أهل الحق إلا إصرارا وتمسكا بمبادئهم وثوابتهم. ونحن أعيان وحكماء سوق الجمعة نريد أن نبين بأنه من خلال تتبعنا لهذه القضية عن كثب قد تبين من خلال القرائن والتحقيقات المبدئية بأن هذا المغدور به كان مخطوفا في منطقة ورشفانة منذ بداية اختطافه، وبالتالي فإننا نطالب العقلاء من أهالي ورشفانة بتسليم الجنات إلى العدالة، ونؤكد لكل من تسول له نفسه المساس بأي شخصية وطنية أو أي رمز من رموز ثورة 17 من فبراير أو أي فرد من أفراد الجيش الليبي بأن أهالي سوق الجمعة وثوارها لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذه الجرائم، وأنهم سيضربون بيد من حديد، وأن الرد سيكون قاسيا في حينه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. رحم الله شهداءنا، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حرر بتاريخ 10 ربيع الثاني 1437 الموافق 20 يناير 2016، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.